إذا أثرت على النتائج فالمشاركة في الأولمبيك جيمز لا تعني لنا النتائج، لكنها تعني شكل مصر. يبقى في تمثيل مشرف. مشرف بقى مش بطريقتهم، أنا آسف عشان دي بتلتبس. أيوة. يقول لك إيه التمثيل المشرف؟ لا اللي هو بجد. مجرد التمثيل المشرف اللي بجد. بجد. أن تنافسي الروح الرياضية. إلى ما قبل المنصات. ما قبل المنصات ده تعمل زي لاعب جامايكا اللي أيوة طارت، اللي طارت عشان تجيب. طبعا طبعا اللي هو ما قبل، يعني لو السبق فيه 100 واحنا في ال 15 مش مهم، في الاربعه اللي هيلعبوا على الميداليات رائع، نحن نتقدم اسمها. لكن ان تكون المشاركه عبثيه ودون اي تحضير، دون اي فايلات للاعبين، ونسمع عن سفر ناس مش في الباس واداريين بمسمى لاعبين ولاعبين بمسمى اعلاميين، وده لازم يبقى تحت التحقيق. حتى وجود السيد وزير الشباب والرياضة هو وجود برضو الحقيقة أطفى على البعثة المصرية حالة كده كأننا من كوكب تاني. لم يتواجد أي وزير ولا مسؤول دولة من الدول إيبان المنافسات اللهم إلا المصريين. يعني أنا مش عارف برضو ليه كان ممكن ده يتحقق.